الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد النكاح ننهي الصدق، وبعدين إن شاء الله ننظر في التوسل الوسيلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمي صح، فإن لم يسمى صح، المهم أن يكون موجودا. إن الأصل في ذلك، هذا الأصل في ذلك هو أنه لا يمكن أن يكون النكاح بدون مهر. نعم. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فصل. واستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثلي بثلاثة أشياء. فمهر المثلي يعني أقرانها. نعم. اللهم أمين. رضي الله عنك، رضي الله عنك، أحسن الله لك، رفع الله مقامك أستاذ زين، جزاكم الله خيرا. قال: بثلاث أشياء، أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه زوجان، أو يدخل بها، فيجب مهر المثل. يعني مهر المثل يكون بأمور ثلاثة: إذا قضاه الحاكم وجب، فقد وجب على الزوج، أو فرضه الزوجان وجب على الزوج، أو دخل بها. هنا بالوطء يجب الصداق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب أن يدخل بفاطمة رضي الله عنها أرضاها إلا أن يعطيها صداقها. والصداق هو اسم للمال الواجب للمرأة على رجل النكاح. هذا يكون للمرأة خالصا، لا لأهلها ولا لأحد بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصداق جاء الكتاب بتسميته صداقا، وأيضا جاء بتسميته نحلة وفريضة. نعم. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. قال: وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم. نعم. فجاء الشرع بالفريضة وبالنحلة وأيضا الصداق، وأيضا يقابل أجر، وهذا كله في القرآن. وجاء أيضا بتسميته من السنة، أيضا من عادات الناس التي جاءت الشريعة بالتوفيق أو الإقرار عليها بالمهر والعليقة وعقر، وهذا كله جاء من السنة. والصداق مأخوذ من الصدق، أو الصدق الشديد الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا، فإنه لا يسقط بالتراضي. والأصل في وجوب الصداق عموم قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة هي الهبة، النحلة هي الهبة، وسمي الصداق نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهوة، بل هو أكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء. وتعلم أن الشرع شدد في الصداق، وهذا أيضا احترام المرأة وكرامة المرأة ومكانة المرأة. قد تتنازل عنه، قد لا تريده، قد ما تكون ممن يهوى ذلك، بل هي تعطي معطاءة، وهي يعني تهتم بالديانة والخلق، لكن نقول هذا حقها الذي لا بد أن تستلمه، وإن أسقطته فهذا لها في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما جاءت امرأة قالت للنبي: وهبت لك نفسي. قالت: وهبت لك نفسي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليها طبعا، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر وخفضه، يعني كأنها لم تعجبه، فسكت النبي أدبا، وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أدبا. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، قال له رجل وكان فطنا لبيبا، قال له: لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد الرجل شيئا، قال: ما معي إلا إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست أنت بيني من غير إزار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. قال: تحفظ سورة كذا وكذا. قال: نعم. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. وهنا احتج العلماء على أن القرآن قد يصح أن يكون مهرا، وقد يصح أن يكون أجرة. فهو يعني طبعا زوجتك على ما معك من القرآن يعني تعليما لها، أن يعلمها، يكون صداقها أن يعلمها القرآن. فإن عند ذلك فالمستحب أن ألا يعقد النكاح إلا بصداق، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يعقد إلا بمسمى، ولأن ذلك أيسر
في دفع الخصومة والنزاعات، لأنه لو حدث شيء بعد ذلك الملامات بتكون شديدة جدا والخصومات بتكون عظيمة، فسد هذا الباب بمعرفة الصداق والتصريح به. وقال أصحابنا المهر ركنا، ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن ذكر الثمن رك فإن ذكر الثمن ركن فيه. والفرق أن المقصود أعظم النكاح الاستمتاع وتوابعه وقائم بالزوجين، بل المقصود الأسمى من النكاح الولد، يعني بعد الإعفاف. الإعفاف نعم يكون له ركن، لكن الركن الركين في هذا الباب هو الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة. فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن العوض مقصود فيه. ودل عن ركنا في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن الصداق قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني هنا الشرع قال لا، أو تفرضوا لهن فريضة، وهو دليل أيضا، دليل مسألة التفويض التي ذكرها الشيخ بقوله: فإن لم يسمى صح العقد وتكون مفوضة. والتفويض معناه إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، التفويض معناه. ولذلك المرأة المفوضة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون لها مهر المثل إذا مات عنها زوجها أو طلقها، فيكون لها مهر المثل بذلك. والتفويض معناه إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن يصدر من مستحق المهر، وذلك بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرا: زوجني بلا مهر، أو على الأقل مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت. لكن لابد أن تعلم أنه لابد لها من مهر، والشرع أكد على ذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلذلك قلنا: وإن لم يسمي فيكون المهر. وإلا إحنا قلنا بأن نكاح الشغار قبل ذلك محرم، لأنه إسقاط المهر فيه. يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ولا يسمى المهر بينهما، ولأنه يعني مستحق المهر، فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به المهر على الجديد الأظهر، كما هو مقتضى كلام الشيخ. ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت، لأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن تملك، أو ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل، أو أن تملك مهرا ما، في قولان. وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المسيس، يعني قبل أن تمكنه من نفسها، يعني تأمره بتسمية المهر. ولأن خلو العقد على المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكن على تثبت مما تسلم نفسها به. وله طرق كما ذكره الشيخ: أحدها أن يفرضه القاضي، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض. يقول القاضي: يقول عليك 100,000 مهر، نعم، أو عند التنازع في القاضي المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثلي بنقد البلد. يقول: أختها كان مهرها كذا، وعمتها كان مهرها كذا، وخالتها كان مهرها كذا، وبنت عمتها، فيأخذ المتوسط من ذلك، لأنها يعني تأخذ على مثل لداتها، على مثل أقرانها. نعم، عليكم السلام. كده تغيبت كثيرا يا منال، لما تغيبت كل هذا التغيب يا منال؟ لما هذا الغياب؟ رضي الله عنك يا شيخ هشام، رفع الله مقامك ووسع عليك أمرك. إن شاء الله بدنا نلتقي اليوم الليلة إن شاء الله، أو غدا نلتقي بإذن الله. وقلنا يفرض بفرض الحاكم له، ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، وإذا فرض لم يتوقف لزومه على رضا الخصمين، لأنه حكم من القاضي. الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان، فإن قدر قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام، وإن جهل قدر مهر المثل أو أحدهما وقدر فرضا فقولان أظهرهما عند الجمهور صحة ما قدراه النص عليه في الأم، يعني إن اتفق على شيء كان كذلك. وإذا قدر المهر سواء كان مهر المثل أو فوقه أو سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان من نقد البلد من نقد أو عرض، وسواء كان حالا أو مؤجلا، الفرض بمنزلة الإصداق. ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح، ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشتر ما فرضاه، لأنه كالمسمى في العقد. المهم في هذا الباب التراض، احنا قلنا في حتى في ما كان ركنا له التسمية، التراض فيها يكفي، إنما البيع عن تراض. الطريق الثالث في فرض ذلك أن يدخل بها
قبل فرض من الحاكم وقبل أن يتراضع، فيجب مهر المثل. إذا دخل يجب عليه مهر المثل، إذا دخل بها عليكم السلام عليكم. فيجب عليها مهر المثل، لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم تسمية للمهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن البضع فيه حق الله جل في علاه، ولهذا لا يباح بالإباحة، فيصان عن صورة الإباحة، ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء. أما العقد أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء في أوجه الصحافة المحرر ومنهاج أن الاعتبار بيوم العقد، اعتبار المهر أو مهر المثل بيوم العقد. وهذا الرجل لم يحكي في الروضة بالكلية، نعم، بل صح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء، طبعا لحظ المرأة حتى لا يضيع. وانظر كيف الإسلام يعتبر لحظ المرأة ولا يضيعه، انظر الإسلام كيف يعتبر لحظ المرأة ولا يضيعه. ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض الوطء والوطء فهل يجب مهر المثل؟ هنا المفوضة مات زوجها، نعم يعتبر دين، إذا مات زوجها يكون لها مهر المثل كما قال ابن مسعود. جلسوا شهرا يعاودونه في هذا الباب حتى قال ما عندي فيها سنة، ثم قال أجتهد رأيي، فإن وافقت فمن الله. فقال لها مهر المثل، نعم قال لها مهر المثل وعليها العدة لأنها زوجة ولا في الميراث. فقال فقام الرجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك في بروع بنت بنته. فالمسألة فيها خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق، فإنها نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. فاختلف الأصحاب ذلك على طرق، فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر إلا فقولان، وقيل إن لم يثبت فلا مهر، وقيل إن ثبت وجب المهر وإلا فلا يجب، وقيل قولان مطلقا وهو الأصح. وبقطع العراقيون واختلفوا في الأرجح من القولين، فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي والوجوب، ورجح العراقيون والإمام البغوي الروياني أنه لا يجب، فالأول يجب والصحيح أنه يجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ذلك والحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الرجحان الثاني وهو أنه لا يجب، وصرح بتصحيحه في المحرر وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه، وهذا هو الصحيح. النووي رجل يعني متتبع للسنة يعمل بها، والحصن صراحة رجل يتبع الدليل، قلت راجح ترجيح الوجوب والحديث صحيح، رواه داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث سبحان صحيح، والاعتبار بما قيل في إسناده وقياسا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول. ولأن الاتفاق أنه لو دخل بها وجب مهر المثل، لو دخل بها وجب مهر المثل. أوجه القول الآخر مع صحة الحديث، انتهى الموضوع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولو طلق قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة ولا تشتير ترفيع تفريعا. والأصل في ذلك الأظهر أنه يجب بالعقد شيء، فانحط الأمر إلى المتعة لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال أمتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، هذا الذي لم يفرض لها فرض. إذا طلق قبل أن يسمي قلنا لها المتعة، لها المتعة ليس مهر المثل ولكن لها المتعة. طبعا هذا قبل الدخول. ومهر المثل يبقى مهر المثل في لداتها، الأخوات وبنات الأخوات وبنات الخالات وبنات العمات، يعني لداتها من أهلها. وقد يقال بأن مهر المثل في هذا الباب ينظر في من يقاربها عفة ومكانة، المكانة الاجتماعية طبعا تؤثر في ذلك، ورغبة ورهبة وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعرف فيها مهر المثل في هذا الباب. ليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. أنا أعطيك ما ندي عليك تيجي بسرعة، امسك رد قول في الدرس. وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. يبقى إذن لا حد للأكثر والأقل. لما قام عمر بن الخطاب يخطب في الناس وقال كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل، قالت امرأة وما ذاك، وكان اشتد
في إنكاره، فقال ما قالت وما ذاك ماذا تفعل بقول لا جل فعلا وقد أتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلما قال قال ذلك قال كل الناس أفقه منك يا عمر. نعم. وقيل يتقدر 5 دراهم وأبو حنيفة قال 10 دراهم، وكل ذلك ليس فيه سنة تثبت بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل التمس ولو خاتما من حديد، ولما لم يرد خاتما من حديد قال إزاري، قال تجلس بغير غير إزار. ثم قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا، قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وهناك امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فالنبي تعجب أتى بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أراضيتي على نفس من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليس فيها لا كثرة ولا قلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقل الناس مهرا، لكن ضابط الكمال بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي، قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. فوجب على الإنسان يعني أن ينظر في هذا الباب، ولا يبخس الحقوق لكنه أيضا لا يكبل نفسه، وعلى الأهل أن يكونوا ألباء، لأن الذي يأتي يتقدم وفي هذه الظروف وهذه الأحوال لابد ألا يحمله فوق طاقته، والتحميل فوق الطاقة يجعله يعني ينظر نظرة الإنكار، وإن كان داخلا حتى يعني لم يكن من نفسه، لكن هو يكون في ذلك يعني متضرر بسبب تحميل الأعباء عليه من أثاث وفرش وتوضيب تهذيب المكان الذي سأجلس فيه وتكاليف الفرح وتكاليف هذه أعباء ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، وهذا أمر جلل. قد ورد في بعض الحديث كانت ضعيفة لكننا نستأنس بها، يعني نستأنس أدوا العلائق قال وما العلائق قال ما اعترض به الأهلون، هذا ضعيف جدا لم يصح. يقال يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم للخروج من الخلاف، ويستحب ألا يزاد الصداقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي كلية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم ونش كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما بالنسبة لزواج أم حبيبة وكان مهر أم حبيبة 400 دينار، كانت هذه هدية من النجاشي، النجاشي هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان وكيلا له وزوجه وأعطاه ويعني أعطاها المهر من عنده، هذا كان إكراما لسيد الأولين والآخرين رضي الله عن النجاشي رضي الله عنه. ونسأل الله تعالى أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على ما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم. أكرم أم حبيبة أيام إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو علم من رسول الله وكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه على أخلاق الملوك لاستعمال حسن الصنيعة في هذا الباب. إذن لا حد لأكثر الصداق ولا لحد لأكثره ولا حد لأقله، لكن الحق أن الكمال كل الكمال في التيسير على الناس به، الكمال كل الكمال في التيسير على الناس به. قد يكون الرجل فيه ما فيه من الفضل ومن الغنى والكفاية، يقول ما أريد منه شيئا، فالله جل في علا له ما له من النظر الدقيق في من يأتيه، إن كان دينا خلوقا هو يشتريه إذا صح التعبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذلك خديجة كانت أعقل النساء على الإطلاق، أشد الناس فراسة ثلاثة، أسيا بنت مزاحم عندما رأت موسى عليه السلام قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأيضا العزيز لما رأى يوسف عليه السلام قال أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وخديجة رضي الله عنها إنما بعثت تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلفته شيئا. وعمر بن الخطاب كما قال ابن مسعود، وعمر بن الخطاب
وابو بكر اسف وابو بكر في تفرسه لاستخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ناصر ناصر دين الله جل وعلا وفاتح البلاد وتعبيد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى. نقف عند هذا الحد من الدرس في مسألة وبالطلاق يسقط نصف المهر، وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله في الدرس القادم. لو في أي أسئلة تفضلوا، يعني أنا الآن كما قلت الناس من طنطا أتوا وعندهم مشكلة كبيرة جدا مادية لابد أجلس فيها، فقلت أنتهي بس من الدرس لأن أنا ملزم به، يمكن درس العصر ممكن أتأخر بعض الشيء فسامحوني. لو في أي سؤال سريعا يعطوني به، وهم فرصة مدام منتظريني بالسيارة غد تحت، وأنا عارف أن ده مني ليس بالجيد لكن أريد أن أفعل، يعني أن أعطي جزئية من الدرس التي هو دين علي ودين علي جاثم على صدري، فإن شاء الله أحاول أعطي منه حتى والعشر دقائق الآن في هذا الباب، لأنه كتاب التواصل الوسيلة شرف على انتهاء، خلاص انتهى بينتهي بفضل الله جل وعلا، وندخل على الرسالة الأخرى سات ثم القدر نأتي بغيرها. فالناس ينتظرون، في سؤال؟ جزاكم الله خيرا ولا أحسن الله عليك، اللهم أمين، رضي الله عنكم عبد الله. المرجع يحتوى الدين بعد الدخول ويجب أداؤه، نعم دين ويجب أداؤه إلا ويجب أداؤه إلا أن تسقطه هي. وفيكم بارك أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، أحبك الله ده أحببتنا فيه رضي الله عنك، اللهم أمين. طيب هنا التوسل الوسيلة وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين، يعني هو يعتبر تكملة لما مضى ونحن قد انتهينا من التوسل الوسيلة في هذا الباب. ويقول الحمد لله أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم للخلق يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقين على متفق عليه الصحابة رضي الله عليهم. لما تأخرت غبت كثيرا يا منال؟ لما وأنا أريد المغرب أيضا. واستفاد به السنن من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس أجمعين، وطبعا الحديث في الصحيحين كبيرة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس إلى آدم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن نعانيه، ألا تشفع لنا، ألا توسل لنا، فيقول لست هناكم أنا أكلت من الشجر، اذهبوا إلى نوح أو الرسول، فيذهبون إلى نوح، نوح يقول سألت سؤالا لم يكن لي أن أسأله، ذهبوا إلى إبراهيم أو الأنبياء فيذهبون إلى إبراهيم فيقول كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى، موسى يقول قتلت نفسا لم يكن لي لم يأذن لي أن أقتلها، اذهبوا إلى عيسى، ذهب عيسى ما أذكر ذنبا، وفي رواية نذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب إيش اللي ما فهمتوهم؟ هاتي اللي ما فهمتيه اكتبيه الآن يا أستاذ وفاء حتى أجيبك. ما تكتبي، طيب اكتبي إيش اللي ما فهمتيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي كانت له دعوة مستجابة فدعا بها فاستجاب الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وأيضا الاستشفاع والتوسل بدعاء النبي، وهذا في الأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل دخل عليه وقال يا رسول الله، يبقى إذن الشفاعة الأولى يوم القيامة وهذه متفق عليها، حتى المعتزلة والخوارج يتفقون على ذلك ويقرون بهذه الشفاعة. الثانية الشفاعة بدعاء، التوسل بدعائه، لما دخل عليه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في من قزعة في السماء حتى أظلتنا السحابة ثم أمطرت، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والماء يتحاضر من بين يدي النبي من بين لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتوسل المتوسل بالإيمان بالنبي وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشروع. ولذلك قال الله تعالى يا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والأصل في ذلك حوائج الناس لا يقضيها إلا رب الناس، فهو الصمد يصمدون عليه في حوائجهم وهو يقضيها لهم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وأمره نافذ، نعم. قال الله تعالى مرسلنا رسول الله يطاع بإذن الله، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم.
والحديث صحيح قال أن سمع المرء السمع والطاعة في عسر ويسر ومشته ومكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست طاعة مستقلة. هذا الآمر والناهي. أما الشافع لا تجب تعاطف الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة يعني ألا ترين ما فيه مغيث، فقالت يا رسول الله تأمرني، يعني بريرة اعتقت ومغيث زوجها كان عبدا، فهي أرادت أن تفسخ العقد، مغيث يحبها جدا يمشي خلفها ويبكي، فتعجب النبي وقال العباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة، وبريرة يعني لا تحبه، المسألة ما كانت تحبه لكنها ما تريد أن تكون مع تحت عبد يعني. فقال لها امسكي على مغيث، قالت تأمرني، قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، حتى ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها علمت فرقت بين أن يأمر فيسمع له ويطاع أو يشفع فتكون الشفاعة في مجراها. ولذلك الذي يشفع يوم القيامة لا يشفع إلا بإذن الله جل في علاه، ولابد أن يكون الرضا عنه وعن المشفوع له. ولذلك ابن تيمية مشى في هذا الباب ليبين أنه لا يجوز أن يقال للنبي نشفع ونستشفع بالله عليك، استغفر الله، الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وأطعنا، ما يشفع بالله على أحد، الجميع خلقه. نعم، قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وده الحديث متواضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أن يطلب منه أن يسأل ربه بالشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، إما بالدعاء وإما شفاعة الآخرة، وأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة وأشفع في أهل الكبائر من أمتي، وأشفع بعض من يستحق النار ألا يدخلها، وأشفع من دخل النار أن يخرج منها. نعم، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، والحديث صريح ردا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وأما في حضوري فالتوسل به ليس بذاته، ولكن التوسل بدعائي، كما جاء العربي يسأله الدعاء، وعمر استسقى بدعاء العباس، وأيضا معاوية استسقى بدعاء يزيد ابن الأسود، ولم يتوسلوا لتشفيعه بالنبي، والنبي هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، وهو مات لم يستشفعوا به. وأما بعض الجهال عندما رووا إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا باطل، موضوع حديث كذب ليس في كتب المسلمين من شيء الذي معتمد في أهل الحديث، فهذا حديث باطل وضعه الوضعون من أجل أن يمشوا مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن موسى وعيسى أنهما وجهان عند الله، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. فإذا كان موسى وعيسى وجهين عند الله، فكيف سيد ولد آدم وهو صاحب الحوض والكوثر والذي قدمه الله على جميع الخلق أجمعين، فهو صاحب الشفاعة يوم القيامة، ومع ذلك جاهه لا ينفع أحد، فجاهه عند الله ينفع النبي لا ينفع أحد آخر حتى يدعو به. نعم، نقف عند هذه المسألة وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه بدعة ضلالة، من اخترعها فقد وقع في بدعة وقد أتى بشيء أجنبي عما يريد، لأنه يريد أن يتوسل ليستجاب دعاءه، وهذا التوسل لا يمكن أن يقبل الله جل وعلا لأنه لا يمسه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله يعني في الدرس القادم، على الأقل أكون قد سدد بعض ديني لإخوتي الأفاضل، كان درس أصلا من أول أمس في هذه الجزئية، وإن شاء الله يكون الصداق يوم الاثنين ينتهي كلية وندخل في الطلاق حتى يكون فقه الأسرة متكاملا قبل الاختبارات. والآن أنا لإخوة بس دروس بعد العصر، ممكن تتأخر بعض الشيء للمشكلة هذه، ودعواتكم لنا أن هذه المشكلة تمر على خير، لأن فيها اضطرابات كثيرة جدا، وأيضا وقع فيها إخوة كثر يعني مش، فنسأل الله جل في علا أن يجعل مخرجا وفرجا. مش أستطيع أجيب عن أسئلة غير الأخت وفاء اللي قالت فيه أشياء ما نفهمها، مسألة مهر المثل يعني ده تقدير من ولي الأمر عند رفض الزوجة الصداق،
لا مش عند رفض الزوجة الصداق لما يعقد عليها والمهر لم يسمى، يبقى التقدير مهر المس. مهر المس ازاي؟ اختها كانت بتاخد كام؟ بنت خالتها، بنت عمتها. طب الدويرة هي ساكنة مثلا، ساكنة في المعادي، ساكنة في مدينة نصر، والاخرى ساكنة في شبرا، فاللي ساكن في شبرا اكيد مهره بيكون اقل، واللي ساكن في المعادي مهره اكثر. يعني المحيط ولداتها وأقرانها، وأيضا جمالها، الجمال والرغبة فيها، أخلاقياتها، دينها، مكانتها الاجتماعية، علمها، الثقافة التي، الدرجة العلمية التي هي فيها، لأن الناس بتقبل على الدرجة العلمية، بتقبل على المكانة الاجتماعية، بتقبل جدا على الجمال، فيكون التقدير في هذا الأمر، يكون التقدير في هذا بهذا الأمر. مفهوم؟ معناه قلنا أن الأفضل في ذلك أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة على كل الأصعدة، يعني سواء في المكان الاجتماعي أو سواء، يعني هذا الأمر فيه ما فيه. رضي الله عنه يزول، أنا صدقني سأهشم رأسك، سأهشم رأسك، خليك أنت، لكن شنو سترى بعد ذلك كيف نهشم رأسك، جزاك الله خيرا، لكن الآن أنا أستأذن الجميع. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم دعواتكم لنا. السلام عليكم ورحمة الله. أفضل ما ارتحت به هو مسألة سد الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.